وبعد ما عملنا عجينة الرقاق بكل أسرارها وتفاصيلها، هنعمل مع بعض النهاردة أجمل وألذ طريقة لعمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة بكل أسرارها وتفاصيلها، بطريقة سهلة جدا وكمان مميزة جدا. بس قبل ما نبدأ وصفة النهاردة، ياريت تعملوا لايك للفيديو، ولو أول مرة تشوفوني أنا اسمي رشا، وياريت تشتركوا في القناة ولايك وشير علشان الكل يستفيد. وأول حاجة نحضرها هي تعصيجة اللحمة الجبارة. أول حاجة نحتاج في طاسة على النار معلقتين كبار من السمنة، وبعدين هنضيف كيلو من اللحمة المفرومة، أي نوع لحمة مفرومة أنتوا بتفضلوا، وبعدين هنقلبه كويس جدا مع بعض على نار وسط لحد ما يبدأ لون اللحمة يتغير، وبعدين هنضيف بصلتين كبار مفرومين ناعم جدا، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما البصل يختفي مع اللحمة، كل ده على نار وسط، يعني بنقلبهم تقريبا دقيقتين ثلاثة. وبعد ما خلاص اتأكدت ان البصل اندمج كويس مع اللحمة، هنضيف معلقة كبيرة من الثوم المفروم الناعم مع واحدة من الفلفل الأخضر. الموضوع ده تحفة، لازم تجربوها بالطريقة دي. وبعدين هضيف معلقة كبيرة من الكوبيبة الصيني، ومعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، وكمان معلقة كبيرة من الفلفل الأسود والملح والجنزبيل ورشة من القرفة. وطبعا هكتب لكم كل المقادير بالظبط تحت في صندوق الوصف. وما تنسوش المكون السحري في تعصيجة اللحمة المفرومة، وهي دبس التمر الهندي. أيوة، دبس التمر الهندي. على كيلو اللحمة ضفت معلقة كبيرة من دبس التمر الهندي، فعلا بيفرق جدا في الطعم، وكل اللي هياكل تعصيجة اللحمة المفرومة بتاعتكوا هيحس ان فيها طعم حلو جدا، وهيقول ايه اللحمة الفظيعة دي، انا متأكدة صدقوني. وبعد ما خلاص قلبت كل المكونات مع بعض، اخر حاجة هضيفها معلقة كبيرة من السبع بهارات، وطبعا هضيف ربع كوباية من معجون الطماطم، وكمان ربع كوباية من المية. فعلا تعصيجة اللحمة دي سهلة جدا، والميزة ان الكمية دي ممكن بعد ما تسووها بتشيلوها بكميات اللي انتوا عايزينها في الفريزر، فبتسهل عليكم اكلات كتيرة جدا. المهم بعد ما قلبت كل المكونات على بعض، هنهدي النار خالص وهنسيبه يعني 20 دقيقة لنص ساعة، بس اهم حاجة تهدي النار خالص عشان نتأكد ان كل المكونات تشرب من بعض. وبعد ما خلصنا تعصيجة اللحمة، هنعمل الصوص بتاع الرقاق اللي احنا هنغطي بيه الرقاق، واللي هو عبارة عن كوباية من شوربة اللحمة تكون دافية، وعليها ربع كوباية من اللبن، ومعلقة كبيرة من السمنة، ومعلقة صغيرة من الملح، بس كده. بدل شوربة اللحمة ممكن تستخدموا شوربة البط، هتبقى تحفة طبعا. ودي الصينية اللي احنا استخدمناها في مقاس الرقاق، علشان حجم الرقاق تبقى نفس مقاس الصينية، ودهناها سمنة كويس جدا جدا. اما بالنسبة للرقاق اللي انا استخدمته، اول حاجة مهمة جدا وسر من اسرار نجاح صينية الرقاق بتاعتكو، اول طبقة من الرقاق مش هتدهنوها كلها بالصوص اللي احنا عملناه، لا، جانب واحد زي ما انتوا شايفين كده، هنحاول ان احنا نغلفه كويس بالصوص ده، بس مش كتير قوي برضو، ما تخليهوش طري قوي علشان ما يعجنش. اما الناحية التانية اللي انا هحطها في الصينية نفسها، دي هدهنها سمنة، سمنة بس، اوعوا تدهنوها بالصوص اللي احنا عاملينه ده، لا، خلي بالكوا عشان لو دهنتوها بالصوص ده هتلزق في الصينية، ومش هتعرفوا بعد كده تتحكموا في الرقاق نفسه. وبعد ما خلاص غلفتها بالسمنة كويس جدا، والناحية التانية غلفتها بالصوص اللي احنا عملناه، وزي ما اتفقنا ان الصوص مش هنشربه جامد جدا من الخليط اللي احنا مجهزاه، مهم جدا النقطة دي، لازم تخلوه تغلفوه كويس جدا بالصوص ده، بس مش بكمية كبيرة، علشان لو غلفتوه بكمية كبيرة هيعجن في بعض ومش هيبقى حلو خالص. طيب بالنسبة للرقاق اللي انا استخدمته، استخدمت 6 وحدات من الرقاق، انا بالنسبة لي كان الحجم ده مناسب جدا، بس ممكن تستخدمه لحد 8 وحدات من الرقاق للصينية الواحدة، يعني لحد 8، بحيث ان انا احط 4 فوق وفي النص لحمة مفرومة و4 تحت، ويبقى كده الصينية عندي مناسبة جدا. بس انا في الحقيقة استكفيت ب3 بس، 3 طبقات من تحت، وكمان لحمة مفرومة في النص، و3 طبقات في النص، وبين كل طبقة وطبقة لازم تدهنوا طبقة خفيفة من السمنة. ايوه، لازم تدهنوا طبقة خفيفة من السمنة، وخلي بالكوا هو كده كده لما بيدخل الفرن بيطرى شوية، فعلشان كده الصوص ده بأكد عليكوا تاني، ما تخليهوش يبقى كتير قوي، لا، انا مجرد بس بغلفه كويس جدا بالرقاق علشان ياخد طعم الشوربة واللبن الرقاق نفسه مع كمان السمنة، فعلشان كده هيبقى مظبوط جدا. كل التركات البسيطة دي هتفرق جدا في الصينية بتاعتكم، وكل ما بين كل رقاق والتاني لازم تدهنوا دهنة خفيفة من السمنة،
اما بالنسبه لاخر طبقه من الرقاق لازم ندهنها دهنه محترمه من السمنه، يعني حوالي معلقتين كبار، علشان نتاكد ان اخر طبقه هتتحمص كويس جدا. اما بالنسبه للتسويه على درجه حراره 180، مش لازم فرن سابق التسخين، مش لازم خالص، بتاخد حوالي 10 دقائق بس، لازم تتاكدوا ان هي اتحمرت كويس جدا علشان تكون بالمنظر الفظيع اللي انتوا شايفينه ده. شفتوا بقى سهل ازاي؟ ما بياخدش وقت خالص، وفعلا من الاكلات السهله السريعه اللي بتنفع في كل المناسبات. وبس كده خلاص، خلصت وصفة النهاردة. أتمنى وصفة الرقاق باللحمة المفرومة تكون عجبتكم، وتكونوا عرفتوا كل الأسرار والتفاصيل علشان تعملوها بمنتهى السهولة في البيت. وياريت لو عجبكم فيديو النهاردة تدوسوا لايك، ولو أول مرة تشوفوني انزلوا بسرعة تحت اشتركوا علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم قريب جدا على خير إن شاء الله. باي باي.